واكيد عشان نعرف مزيد من الضوء ومزيد من الاخبار عن الفرقه معانا الكابتن ياسر رملي رئيس جهاز كره اليد بنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن ياسر. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وشكرا كده على حضرتك وجميع شريف النادي الاهلي وتمثيل النادي الاهلي. بنبارك لحضرتك تصدر المجموعه طبعا والتاهل لدور الثمانيه ان شاء الله، واكيد كل جمهور النادي الاهلي منتظر الكاس يا كابتن، طمنا عن الفرقه. والله الحمد لله، يعني من ساعه ما احنا في مصر في معسكر اعداد والولاد مركزين، عملوا فتره اعداد عاليه جدا واخدين البطوله بمنتهى الجديه. يمكن ده بقى النتائج من اول ماتش، مفيش هزار، الحمد لله الولاد كلهم مركزين بناخد مصر في ماتشه. الحمد لله اتصدرنا المجموعه، وده بيدينا اريحيه ان احنا في دور الثمانيه بنتقابل رابع المجموعه الثانيه، فبرضه بيديك انك انت بتقابل فريق برضه بيبقى اقل في المستوى شويه. فان شاء الله باذن الله احنا عندنا ماتش بكره مع فريق اسفل السنغالي، هتبقى الساعه 1 في توقيت القاهره باذن الله. الاولاد ما شاء الله النهارده قاعدين تمرين على مستوى عالي. طبعا حضرتك عارف ان احنا قاعدين في قاعة البابل، ما فيش خروج من الاوتيل، فاحنا بقى دلوقتي 8 ايام قاعدين في الاوتيل، الاولاد بيروحوا التمرين ويرجعوا، هيروح الماتش ويرجع. انما احنا كلنا على قلب راجل واحد. يمكن طبعا الكابتن عمرو جمعان وتفضلت وقلت نائب رئيس النادي ومعاهم ومجلس الاداره كله، الولاد حاسين، كابتن الخطيب كل يوم بيتصل بالكابتن العمري بيطمن على الفرقه بيحفزهم. ان شاء الله ربنا يكرمنا ودعواتكم كده ان احنا نرجع بالبطوله باذن الله، بطوله غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 3 سنين، فان شاء الله نرجع بالبطوله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. طب انا يعني برضو عايز اتكلم عن الاستفاده يا كابتن، يعني هل احنا طبعا المباريات يعني غير مذاعه، والمناسبه يعني قناه الاهلي حاولت تذاع المباريات بس طبعا لم نوفق، بس خلينا نقول انه في استفاده من هذه المباريات. اكيد طبعا فرق 20 هدف و25 هدف، اكيد في روتيشن بيحصل للعيبه، كابتن طارق محروس مثلا هل بيشارك اللعيبه كلها ولا لا؟ هل شايف ده استعداد جيد لمباراه السوبر 10 سبتمبر؟ يعني الاضافه الفنيه للبطوله ايه يا كابتن؟ اكيد طبعا انت عارف بطوله افريقيا النهارده السنه دي مختلفه شويه، اللي هي جايه في بدايه فتره الاعداد، يعني انت هتعرف تحديث ما بتنزلهاش الموسم في مصر، فكان تنقيطها صعب جدا انك انت تطلع بطوله افريقيا بدون البدء في مباراه الدوري. الفرقه اللي كانت لسه وصلت فورمه، بس وده كان مخلينا ان احنا في معسكر اعداد يمكن عملنا 7 مباريات مع بدايه الدوري الممتاز. طبعا زي ما حضرتك بتقول كده الروتيشن ده باين، كل بيلعب كابتن سايق كل ماتش، احنا 18 لعيب بنسجل 16 كلهم ما شاء الله بيشاركوا، كل واحد بيبقى ليه دور في روتيشن، عشان كده يمكن كل واحد بينزل بيثبت نفسه بيموت نفسه في الملعب. الولاد كلهم عايزين متحمسين مركزين، فربنا يسهل وان شاء الله هي فتره اعداد جيده للماتش السوبر. طبعا ماتش السوبر جاي برضه في توقيت صعب جدا في وقت بدايه الموسم برضه، وتكون حامله جدا مؤهله لكاس العالم. فزي ما حضرتك تفضلت وقلت كده، هي فتره اعداد جيده جدا لينا للموسم ان شاء الله، ويبقى كل البطولات على النادي الاهلي. كلنا ثقه فيكم يا كابتن، وخليني اقول يعني ان شاء الله في حاله تخطينا بكره باذن الله دور الثمانيه. قبل النهائي ميعاده امتى يا كابتن؟ ونهائي البطوله ميعاده امتى؟ احنا قبل النهائي ان شاء الله هيكون يوم الاربعاء، لو كسبنا بكره باذن الله هنلاعب الفايز بين فريق انجولا وفريق الاهلي العاج. يعني فريق انجولا يمكن اقوى، انت عارف حضرتك انجولا الفرق بالظبط قدمت، هي اقوى فرقه بعد فرق شمال افريقيا، وعملت ماتشات جامده جدا، عملت ماتش 3-1 مع قطر المغرب هنا. فان شاء الله يعني متوقع ان احنا هنقابل الفايز منهم، والمباراه هتكون الساعه 5:30 القاهره باذن الله يوم الاربعاء. طيب والفاينل هيبقى الجمعه يا كابتن ولا امتى؟ لا الفاينل يوم الخميس. خميس اربع خميس على طول، يعني اربع وخميس على طول. بالظبط كده. ان شاء الله ان شاء الله كلنا ثقه يا كابتن ياسر، حضرتك هترجعوا لنا بالكاس وكل التوفيق، ودعواتنا وقلوبنا معاك يا كابتن ياسر. انا عايز اقول برضه لحضرتك كلام برضه للساده المشاهدين ان المباراه دلوقتي
ماتش امبارح والماتشات اللي جايه بتذاع على صفحه الاتحاد الدولي، ممكن بنشوفها ونتابعوا ممتاز. الماتش بتذاع سوا على صفحه الاتحاد الدولي، ممكن في مجموعه كبيره فيها هايل هايل كده هايل، ودي فرصه هايل، دي فرصه طيبه ان احنا نتابع المباريات معاكم ان شاء الله. كابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كره اليد بالنادي الاهلي من المغرب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، قلوبنا معاكم ودعواتنا، وان شاء الله تبقى اول بطوله في الالعاب الجامعيه تخش السنه دي نادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم وجود الاستاذ العمري فاروق كنائب رئيس النادي الاهلي في بطوله زي دي اكيد ده يدل قد ايه اهتمام النادي الاهلي بالالعاب الاخرى، ويعني زي ما بيقولوا دعم كبير جدا، دعم في كل المجالات سواء في الصفقات سواء دعم مادي سواء دعم معنوي. فالحقيقه وجود الاستاذ العمري فاروق وهو ليس غريبا على الالعاب الاخرى، هو ليه باع طويل جدا وزراعه مع الالعاب الاخرى من ايام انا حتى ما كنت بلعب، فاكيد وجوده هناك ده دافع كبير للاعبين، واتمنى لهم التوفيق باذن الله.